تواضع ولكل تميز قصة كفاح، فكن معنا أحد رواد النجاح. إحنا اليوم داخل فرح مميز لبيع العسل ومشتقاته. إحنا اليوم هتبتدي حكايتنا من مملكة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المشروع هذا بدأته هواية في النحل. أول جبت حوالي 10 صناديق نحل في البيت وابتديت فيها، فأصبح الأمر بعد ذلك يعني شغف، فصار تجارة. طيب هل حضرتك تكبر الموضوع؟ نعم، يعني إلى أن أصبح عندي حوالي 500 خلية في، ووردنا نحل أكثر من 3000 صندوق من أستراليا. وأصبح الأمر يعني مثل ما يقولون يجري مجرى الدم. فهي هواية، وقبل التجارة منفعة للناس، لأن موضوع النحل والعسل شغلة مباركة وفائدتها جدا كبيرة للإنسان إذا عرف الإنسان كيفية الاستخدام وجودة المنتج. إن كان المنتج جيد استفاد الإنسان. طبعا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن إن يعني حسنت الأسباب توفقت في العلاج. طيب بما ان حضرتك بتتكلم ان احنا نعرف ان المنتج جيد، احنا مثلا عايزين نشتري عسل، بنعرف ازاي اذا كان المنتج دوت اصلي ولا مش اصلي؟ اليوم في الوقت اللي نحن فيه هذا الغش فيه كثير، وتطور الغش مثل تطور المنتجات الثانية. فلأجل ذلك الإنسان العادي صعب أن يميز بين المغشوش والأصلي، لابد أنه يكون في يعني يا عندك خبرة مسبقة حتى أنها يعني نحن نقدر نميز بالطعم. إذا طعمنا العسل نعرف أنه هذا والله نوعية زينة ولا مو بزينة، ولكن الأفضل إنه تحلل، يعني يكون عندك جهاز حتى أنت تكون قيم على الأمر صح. يعني الزبون يجي يأخذ شيء مفحوص ومجرب بحيث إنه يستفيد منه، لكن كشخص عادي أن يشوف العسل ويطعمه ويعرف ما أعتقد إنه نعم صعبة كثير. طيب سيد عبد العزيز، ممكن حضرتك توضح لنا، احنا عارفين ان العسل ليه انواع كتير ومشتقات اكتر، فممكن تكلمنا عنها؟ صحيح. العسل اللي يستخدم في الجزيره المعروف واكثر استخداما سواء من الامه العربيه بشكل عام العسل السدر، لانه نحن نقول إنه عسل السدر فيه خصائص علاجية عالية، ويستخدم غالبا للعلاج، وطعمه جدا مميز، يعني أفضل من أنواع العسل الأخرى. وفي هنا في الجزيرة العرب يطلع العسل هذا اللي هو سدر، ونوعية يسموها السمر. السمر هذا يطلع في الصيف. السمر ميزته عن السدر الإنزيمات الطيارة فيه عالية، يتجاوز 3000 إنزيم.
دخوله للجسم سريع أسرع من الصدر، يعني في خلال 10 دقائق يدخل الجسم تحس بمفعوله. فلأجل ذلك الناس أغلبيتهم يفكروا أن السمر أفيد عن الصدر، والعكس صحيح. لكن الصدر الإنزيمات اللي فيه قليلة، يعني يأخذ وقت أطول في العلاج، لكن هو أفضل كعلاج للإنسان. وفي طبعا عسل الأعشاب يطلع من الزهور، من أنواع زهور مختلفة. في عسل الغاف بالإمارات هنا، عسل بطبيعته يتجمد لأن نسبة الحبوب اللقاح تكون فيه عالية ونسبة الماء قليلة، فلأجل ذلك يتجمد بعد فترة. لكن غالبية الناس يفكروه أنه عسل مغشوش، لأجل ذلك ما حد يأخذه، كثير من الناس ما يرغبون فيه. وفي أنواع عسل تجي من برا اللي هي في السوبر ماركتات أو بعض المحلات يبيعونها، يعني عسل يكون من إنتاج الهند، عسل من باكستان، عسل من الصين، يعني كثير أنواع. لكن نحن ما نذم أحد يعني في من منتجين العسل أو موردين العسل، ولكن الإنسان مفروض أنه يتأكد أنه العسل هذا أهم شيء أنه يكون ناضج، ما يكون خفيف مثل الماء، بحيث أنه ما يتضرر منه المستخدم. لأنه العسل جدا خفيف يسبب حموضة عالية في المعدة للشخص الكبير، ممكن تؤدي إلى قرحة، وللطفل ممكن يموت فيه لأنه يتولد فيه بكتيريا. فنحن نتمنى أن يكون الشخص اللي يورد العسل يتأكد من هذه الناحية، أنه يكون العسل ناضج، نسبة اللزوجة نزوجة العسل تكون معتدلة، لا هي خفيفة ولا هي ثقيلة، حتى يكون العسل جاهز للاستخدام. ومن ناحية أخرى العسل ينفع لجميع الأمراض، لأن الله يقول سبحانه وتعالى في شفاء للناس. لكن الاختيار يكون في جودة العسل، يعني تختار النوع الزين والشخص اللي هو ينتجه صح، يعني يراعي الله سبحانه وتعالى في إنتاجه للعسل. هذه الشغلتين إذا راعاهم يكون إن شاء الله تعالى علاج. والصلاة والسلام على رسول الله. كيف نعرف العسل الناضج من العسل اللي مش ناضج؟ هذا هو، هذا عسل غير ناضج، يوم نقلبه خفيف كثير يعني مثل الماء. هذا يعتبر عسل غير ناضج مضر بالصحة، يوم تفتح العبوة الريحة تكون مثل الحموضة. هذا عسل غير ناضج، وهذا عسل ناضج لزوجته خفيفة لكنه متماسك. هذا يوم تفتحه تشم ريحة العسل، هذا الفرق بين العسل الناضج والغير ناضج. أما بالنسبة لحبوب اللقاح، كيف نعرف جودة حبوب اللقاح؟ نحط في الجهاز جزء من حبوب اللقاح ونتأكد، نشوف الجهاز، ومن خلال الجهاز نعرف إذا كان فيها بكتيريا مش صالحة للاستخدام الآدمي أو صالحة للاستخدام الآدمي. من ناحية أخرى هي تكون ناشفة مفروض في حال يكون للاستخدام الآدمي، وفي حال استخدام النحل تكون شوية رطبة، هذه اللي تكون رطبة يولد فيها بكتيريا فلا تصلح للاستخدام الآدمي.
احنا عارفين العسل دلوقتي دخل كتير في الطب البديل. صحيح. ممكن تقول لنا على بعض التركيبات اللي هي بتكون موجودة في العسل بحيث اللي احنا عارفين الحاجة دي مثلا بتعالج مرض معين، فممكن تكلمنا اكتر عن التركيبات؟ صحيح. العسل يعني يوم يكون هو بروحه دواء حق الأطفال، بصرف النظر إنها يعني الأطفال غالبا ما يحتاجون إنه يضاف للعسل مشتقات العسل، عسل بروحه يفيد الأطفال من سن اليوم إلى 10 سنوات، يأخذون 3 معالق، ملعقة في الصبح وملعقة بعد الظهر وواحدة بالليل، هذا يعطيه وقاية من الأمراض وينظف الجهاز الهضمي وإيش اسمه، يساعد الطفل على تقوية جسمه وعظامه. أما بالنسبة للكبار، لأن الجسم يبغى شيء يساعده في التقوية، فيحتاج إلى أن ينضاف له بعض المشتقات العسل، اللي هي إذا كان مثلا إنسان يعاني من ضعف عام في الجسم، كسل، تعب، خمول، دائما تكون ناتجة من قلة فيتامينات، من قلة يعني بعض المشاكل يكون في الغدد نفسها، هذا في هذه الحالة نحن نحط مع العسل شيء يسموها الغذاء الملكات، هو من إنتاج النحل، وهو أفضل من العسل. النحل ينتجه من النحلة اللي عمرها يوم إلى 3 أيام، تنتج الغذاء الملكات هذا من غددها، فهو أفضل منتج يطلعها النحل. هذا نضيفه للعسل مثلا للكيلو نحط 100 جرام، للنص كيلو 50 جرام، ونزيد عليها إذا كان يحتاج مثلا نقص فيتامينات، عندها مشاكل في الخلفة نحط فيه حبوب لقاح، حبوب اللقاح ملتي فيتامين، أكثر من 23 فيتامين فيه، بالإضافة إلى أنه هو يقوي نمو الأطفال، يساعد في إيش اسمه، في فتح الشهية للإنسان اللي ما يأكل، يعطي طاقة للجسم ونشاط وحيوية. فلأجل ذلك نحط هذه الخلطة للناس اللي عندهم مشاكل صحية بالنسبة للكسل، تعب، واللي عندهم نقص في يعني خلفة، سواء رجل ولا امرأة، لأن منتجات النحل ما تفرق بين المرأة والرجل، كل الاثنين يأخذون نفس نعم. فهذا نقطة. الناس اللي تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، قولون، مشاكل معدة، نحط مع العسل العكبر. العكبر هذا مادة النحل يجيبها من صمغ الأشجار ويجيبها إلى النحل، هو يعالج نفسه ويحافظ على الخلية فيه. فهذه المادة تعتبر مضاد حيوي طبيعي، أقوى مضاد حيوي موجود في الكون. بكلام العلماء اكتشفوا أنه في 85 مادة مضاد حيوي، ما اكتشفوا منها إلا 5 مضادات، فهذا ينحط مع العسل ويعطى للمريض اللي عنده مشاكل في الكبد، التهاب الكبد، التهاب القولون، مشاكل الجهاز الهضمي، حتى اللي عندهم أمراض خبيثة الله يشفيهم إن شاء الله تعالى. فهذا المنتج ينفع للناس اللي عندهم أمراض مستعصية ومزمنة. في عندنا بعد يعني تركيبات أخرى على حسب الشخص شو يعاني، نحن ما نسوي يعني خلطة جاهزة يأخذها كل إنسان، نحن نسأل الإنسان شو عندك، على حسب اللي عنده نسوي له الخلطة في نفس الوقت، علشان تكون هي بعد يعني جديدة ويستخدمها في نفس الأوان، يأخذها لمدة 40 يوم، هذا حد العلاج. يعني هنا ممكن حد فعلا بيجي يبقى عنده مشكلة معينة، حتى لو انت الخلطة عندك مش جاهزة بتعمل له خلطة. أكيد. فالناس يعني بالتجربة يعرفون، لكن غالبية الناس يؤمنون بالعسل، لكن المنتجات اللي تدخل مع العسل ما يعرفونها. نعم. فلأجل ذلك أنت ك يعني بايع أو إنسان فاهم بالنحل ومشتقاته،
مفروض إنه الإنسان اللي يبيع يشتغل في مهنة العسل يكون عنده خلفية في النحل حتى يفهم مشتقات العسل، مش العسل، مشتقات العسل. ومشتقات هذه هي اللي تقوي، يعني تعطي طاقة للعسل نفسه لأنه متجانسة مع العسل ولا تأثر على مثل ما إذا دخلنا العسل مع العسل منتجات أخرى، يعني مثل حبة البركة، في حد يحط حبة البركة وهي حب في العسل ويخلطها، هاي فيها زيت إذا تمت فترة طويلة تتأكسد مع العسل تخرب العسل. فالإنسان يتخير إنه منتجات العسل متجانسة مع العسل، فالواحد يستخدم منتجات العسل أضمن للبايع وللمريض. في النهاية احنا بنحب نشكر حضرتك ان انت كنت معنا. لكم الشكر وجزيل الشكر، ونشكر طبعا مقدمين البرنامج الاخوان ما قصروا، بارك الله فيهم، تعبوا وجوا من مكان بعيد، ونشكر بنفس الوقت الشيوخ اللي اتاحوا لنا الفرصة هذه ان نحن يعني نتميز في شغل النحل والعسل في البلد الطيب هذا، وجزاهم الله خير، والله يديم إن شاء الله تعالى الأمن والأمان والمحبة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الله يسلم. كان معنا ومعكم السيد عبد العزيز المدير العام لمملكة النحل، وزي ما ابتدينا الحكاية بقصة كفاح راح ننهيها بكلمة شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقة القادمة.